ألو، صرتوا أصدقاء؟ حاب يتابعون الحلقات القديمة؟ الشير ألو. صباحكم بكل خير. اليوم حنسوي عمل فني سويناه في سناب شات وكان عليه تفاعل جدا كثير، فقررنا نسويه في اليوتيوب لان المتابعين في سناب شات مو نفس المتابعين اللي في اليوتيوب. حوريكم بعض اللي سويناه في سناب شات. هذه واحدة كيوت، وهذه حق جوانا كيوت. والحين بقول لكم اللي نحتاجه. اول حاجه نحتاجها حتكون ورق واقلم، بس حتى لو انتم كبار عادي انكم تسووها لانها ممتعه وتضحك. اول شيء حناخذ الورقه وحنصفطها نص، بعد ما نصفطها بالنص حنصفطها مره ثانيه، وبعد ما نصفطها نص زي ما قلت لكم حنفتح واحده من هذا من اللي صفطناهم وحيطلع زي كذا. وكذا حنبدأ نرسم، حناخذ القلم نرسم شكل الكيوت حقنا اللي هنا، بعدين حنفتحها ونكمل ونرسم. الحين رسمت سمكة شكلها كيوت طبيعي، بعدين حفتحها وحيطلع شكلها زي كذا غريب. حأكمل أرسم بس بخليها تخوف. وزي ما انتم الحين شايفين طبعا اكيد ما هي باينه، حسويها الحين بالشاربي او قلم خطاط عشان تبين وتصير حلوه. واو الله، احسن رسمه في العالم. هذه هي حقت السمكه شكلها كيوت. بعدين أنا سويت هذا الأرنب الصغير الكيوت. واه ماي جاد، تلا هذه جوانا سوتها، هذه أنا لما أشوف أكل. هذه رسمة عزوز. هلا يا أصدقاء، إحنا وصلنا 28,000 subscribers. Oh my god، خلف الكواليس وهو قاعد يصور سناب شات. هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم نقول لكم التصويت وين وصلنا فيه، وعلى أثره بيكون هذا اسم القناة. خلاص احنا قربنا على موسم الثلوج، بتشوفوا مناظر يعني سبحان الله العظيم. فالحين طالعين للبحر بنوريكم الشاطئ الوحيد اللي موجود في هذا المكان. نسرق شوية حطب عشان نسوي لنا شاه هناك. بابا خذي ثنتين زي هذه، يلا يلا تساعدني، يلا خذ هذه، خذ واحدة، خذ واحدة، ايوه يلا. شاطر بطل، راح اكسر فيها راس البسة انا عارف، اعصابك يا قوي. طبعا الحين عندنا براد والاجواء متقلبة، الظاهر ان اجواء الشتاء بتدخل يعني وبقوة. والحين طالعين مع الانسة منشن هذه. طب حطينا حطبات، اوه نسيت هذه، شوفوا هذا اللي كلها افلام. هذه كنت مرة قبل كم يوم كنت بنفخ كفر السيارة ولقيت حاوية للعلب والمناديل وما الى ذلك، ولقيت فيها هذه الافلام كلها، وافلام يعني تأكدت منها.
لكن نسيت أوديها. طبعا هذه لها فائدة كبيرة ولو إنها أفلام قديمة. بعضكم يقول وش الفائدة منها؟ أفلام قديمة. الأفلام القديمة هذه لها مراكز خاصة معنية بجمع التبرعات، يعني أروح لهم، يمكن هذه أكثر من 50 فيلم، أروح لهم أقول لهم أنا أبغى أتبرع بهذه الأفلام، فهم مش يسوون يتأكدوا من الأفلام هذه ثم يبيعون الفيلم دولار واحد. هذا الدولار واحد وين يروح؟ يروح لجمعية المعاقين، جمعية مكافحة التدخين والمخدرات وما إلى ذلك، يعود بنفعه للبلد. الخشبات لسه نستنى باقي العصابة عشان يجون. صح يا مجودي؟ بسم الله انطلقنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. طالعين اليوم آخر طلعة للبحر. أول شيء أشكركم على التصويت اللي صوتونا إياه في القناة، يعني 92% نسمي القناة عصابة بدر، و7% عائلة بدر. طبعا جتنا اقتراحات، والله أشكركم، والله أنكم كفو. جتني اقتراحات بسويت فاميلي، لافلي فاميلي، العائلة السعيدة، يعني أشياء كثيرة. أول شيء الله يسعد الجميع، قررنا نسمي القناة عصابة بدر. إن شاء الله مع دعمكم لنا يكون هذا الاسم براند، يعني اسم مشهور إن شاء الله. ولا بدر جينج، بدر جينج برعاية مجودي طبعا. قد غني قد سي يا ولد. باي باي. هاي هذا احنا وصلنا. يلا حبايبي نوريكم افضل شاطئ والوحيد من نوعه في الولاية. بدل راح مباشرة عند البحر، شكله نسى اصلا الحطب. بسم الله. كنت احاول اتقلها بس ما فايدة، لازم تدري فيه. شوف الاصدقاء اللي طلعوا لنا جايين يدوروا اكل. سنجوبي انجب سناجب. بردانين؟ لا ابدا. لا الجو حلو هنا صح؟ وش قاعدين تسوون؟ قاعدين زي قصر. قصر؟ قلعة. يا قلعة. قلعة. تكلم البحر. يلا يا مجودي. ابدأ أفلامك.
مالحة، هاي الموية حلوة. وليه؟ لأنه ما في صخر. لا، لأن هذا نهر. هذا مو بحر، نهر. أنا سويت كلمة كذي مرة ثانية. الشاي سويناه على النار، بعدين خلاص جهزه، غطس رجلينا في البحر، بدينا نلبس. عجبكم المكان؟ ايوه. مو برد؟ والله المكان خطير، سبحان الله العظيم. المهم يا احلى عصابه، اليوم احنا سوينا في البيت عمل فني، نبغاكم كلكم تسووه وترسلونا اياه في سناب شات وانستغرام ونسوي تحدي مين احسن رسمه. الحين خلاص راجعين البيت، خلاص بيأذن المغرب وبكرة حيكون مدرسة. يكون حزين مرة ثانية عشان مدرسة. انبسطت حبايبي؟ انبسطت مرة كثير. يا 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 ماني قادرة أوقف تصوير، شوف الجمال. راح نفقد البحر في الشتاء. أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا من اللايك